السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سكشن جديد من سكشن الفيرتبرا الكلام. دكتور خالد شوغي معكم ويحييكم واتمنى لكم التوفيق. هنبدأ دلوقتي مع السيرفيكال فيرتبري فقط. دلوقتي السيرفيكال فيرتبري زي ما قلنا عددهم كام؟ عددهم 7. 1 2 3 4 5 6 7. الأولى بنسميها أطلس، الثانية بنسميها أكسس، الثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة بياخدوا أرقام زي ما هم. يبقى دي الثالثة، دي الرابعة، دي خمسة، دي ستة، دي سبعة. ولكن الثالثة والرابعة والخامسة بياخدوا نفس المواصفات وعشان لهم نفس الشكل تقريبا فبنسميهم typical cervical vertebrae. الستة فيها اختلاف بسيط والسبعة فيها اختلاف بسيط عن الباقي كله. نبدأ دلوقتي بالtypical cervical vertebrae ونقول هي بتتكون من ايه الأول. زي ما شرحنا في السكشن اللي فات، ها ان التيبيكال ادي البودي بتاع الفقره بلاقي فيها كل المواصفات. هده من قدام، فيرتبرال فوس او كوتوليود كافيتي من ورا، بلاقي فيه ايه؟ ها البروسيس عندي الكرينيال ارتيكولار بروسيس، وده الكودال ارتيكولار بروسيسز، وده السباينس بروسيس، والترانسفيرس بروسيس بيبقى مقسوم لكرينيال وكودال، وجنب منه بلاقي فيه اتنين ترانسفيرس فورامين، بلاقي اتنين ترانسفيرس فورامين واضحين، وفي تحت الفنترال كريست، وفي تحت الفنترال كريست. المواصفات العامة دي اللي بقول عليها بتاعت التالتة أو الرابعة أو الخامسة شبه بعض. ممكن أفرق بس التالتة عن الرابعة والخامسة إني بلاقي إيه؟ ها؟ بلاقي إني مفيش اتصال ما بين الكرينيال وما بين الكودال أرتيكولار بروسيس، الحتة دي فاضية مفيش ما بينهم اتصال. عكس الرابعة والخامسة بلاقي في اتصال ما بين الكرينيال بالشكل ده، ما بين الكرينيال وما بين الكودال في اتصال واضح، في ريدج واصله ما بين الاثنين ما بين الكرينيال والكودال ارتكولار بروسيس ما بيبقاش موجود في الفقره رقم 3. عشان كده ده ممكن يفرق الثالثه عن الرابعه والخامسه، ولكن احنا مطلوبين بس في الامتحان ان اي واحده فيهم جات نقول عليهم تيبيكال سيرفايكال فيرتبري او بين قوسين الثالثه او الرابعه او الخامسه. طيب لو بصينا على السته نشوف ايه الاختلاف اللي فيها. السته بكل بساطه، ها بلاقي ظهرت عندي اختلاف ترانسفيرس بروسيس. الترانسفيرس بروسيس انا عارف انه كام؟ كرينال برانش وكودال برانش فقط. لا، في السته بيظهر بروسيس تاني في النص في الميدل بارت اهوت، بقت قسمت لثلاثه برانش، واحد كرينيال، واحد كودال، وواحد ميدل. عكس مين؟ التيبيكال العاديه. شايفين التيبيكال؟ كرينيال وكودال فقط. لا، في السته ظهر برانش زياده في النص. ونتيجه انه ظهر برانش زياده عمل لي فصه تحت الترانسفيرس فورامين. ترانسفيرس فورامين واضحه خالص، ظهر منها تحت منها فصه على كل جنب، في فصه على الجنبين تحت الترانسفيرس فورامين نتيجه لوجود البرانش الزياده ده. طيب كان عندي تحت فيه ايه؟ كان عندي تحت فيه برومننت فنترال كريست، كان في كريست واضحه خالص في الثالثه والرابعه والخامسه. في السته بقى فنت، بقى ضعيف او ان كلير، ما بقاش واضح الترانسفيرس كريست، وبقى كله ده وايد جروف موجود على الفنترال سيرفيس، وايد فنترال جروف على الفنترال سيرفيس بتاع البودي. تمام. ايه تاني في الاختلاف اللي موجود معايا؟ ها ان السباينس بروسيس بدا يطول شويه، السباينس بروسيس بدا يطول شويه، وبلاقي ان الكرينيال ارتيكولار بروسيس ها بدا يكبر شويه برضو عن الكودال ارتيكولار بروسيس. طيب ايه الاختلاف فقره رقم 7؟ ادي الفقره رقم 7، ها بلاقي الترانسفيرس بروسيس ماله بقى سنجل، لا كرينيال ولا كودال ولا ميدل، بقى سنجل برانش، وبالتالي مفيش لا ترانسفيرس فورامين ولا فصه تحت منها، اختفت تماما الترانسفيرس فورامين والترانسفيرس فصه. ليه بتختفي الترانسفيرس فورامين؟ لان الفيرتبرال ارتري بيطلع من منطقه الصدر عند مستوى الفقره السادسه اللي قبل دي، وبيدخل في قلب الترانسفيرس فورامين او الترانسفيرس كانال اللي بتتكون بالترانسفيرس فورامين كلها لحد ما يوصل للاطلس عشان يروح يغذي البرين. عشان كده بيطلع من منطقة الستة فقط، بيطلع من الصدر يدخل في الفقرة الستة، عشان كده مش محتاجين يكون موجود في الفقرة السبعة اللي هو الترانسفيرس فورامين. ايه فرق تاني؟ ها عشان البودي بتاع السبع اصلا هو اقصر بودي في الفقرات كلها، بيبقى فيري شورت، بلاقي الكريست اللي تحت اختفت وحل محلها اتنين تيوبيركل، بقى في اتنين فنترال تيوبيركل واضحين، اتنين فنترال تيوبيركل مكان الفنترال كريست. ايه كمان؟ بلاقي السباينس بروسيس ظهر خالص، بقى اطول من السته كمان. ليه بيبدا يطول السباينس بروسيس؟ لان احنا داخلين على منطقه الثراسك فيرتبري اللي هي اطول حاجه فيها ايه؟ برافو، السباينس بروسيس. عشان كده بدا يطول كمان اكتر في الفقره رقم 7، وبلاقي ان الكرينيال ارتيكولار بقت اكبر بكتير من الكودال ارتيكولار بروسيس. في فرق مهم جدا جدا جدا
بيظهر بس في الفقرة السابعة، ما بيظهرش في بقية الفقرات، ألا وهو الفاسد دي على الجانبين بتاع الكوتوليد كافيتي أو الفرتبرا الفصة. بلاقي اتنين فاسد جداد اسمهم كوستال فاسد وكوستال. ليه؟ لأنهم بيتحدوا مع الربس، لأن أنا عارف إن كل ربس بتتحد مع إيه؟ ها، مع الفقرات، مع سراسك فرتبري اللي فوق منها. يبقى الهيد بتاعة الربس بتتصل فوق مع سراسك فرتبري وبتتصل تحت مع عظمة الاسترنم القص. طيب كل ربس بتدخل مع الفقرة بس؟ لا، ده بتدخل بين فقرتين. يعني كل ربس الهيد بتاعتها بتتحد ما بين فقرتين، فبالتالي الفيرست ريب هتتحد مع رقمها اللي هي الفيرست سراسك فيرتبرا، واللي قبليها من اللي قبليها اللي هي السبعة سيرفيكال فيرتبرا. عشان كده لازم يطلع اتنين كوستال فاسيت على الكوتولويد كافيتي عشان الهيد بتاعت الفيرست ريب. يبقى دي اللي بيميز الفقرة السبعة عن بقية الفقرات. لو حبينا نشوف الأطلس، الأطلس حصل لها موديفيكيشن شوية. يعني ايه؟ يعني مفيش بودي هنا اصلا، ما فيهاش بودي، وبالتالي مفيش سباينس بروسيس. يبقى الاطلس حصل لها موديفيكيشن ان ملهاش بودي، لان هي بتتحد مباشره مع عظمه السكال من قدام ومن ورا مع عظمه الاكسس اللي هي رقم 2. طيب بلاقي هي عباره عن ايه؟ مجرد اتنين لاترال ماسس، مجرد اتنين لاترال ماسس اتصلوا مع بعض من فوق بدورسال ارش، واتصلوا مع بعض من تحت بفنترال ارش. الدورسال ارش عليه من فوق تيوبيركل بسميه دورسال تيوبيركل، الفنترال ارش من تحت عليه لارج تيوبيركل بسميه فنترال تيوبيركل، بسميه فنترال تيوبيركل. ولاقي ان الترانسفيرس بروسيس حصل لها موديفيكيشن، عملت لي وينج اوف اطلس. بلاقي ان الترانسفيرس بروسيس اللي هما الاثنين دولت كبروا شويه خالص، ها، وعملوا ايه؟ وينج، جناحين طالعين على كل جنب بسميهم وينج اوف اطلس. ولاقي على الفنترال سيرفيس بتاعهم في ديب فصه بسميها اتلانتيك فصه، بسميها اتلانتيك فصه. طيب من قدام بلاقي في ايه؟ ها، بلاقي ان الكرينيال ارتكولار، الكرينيال ارتكولار بروسيس حصل لها موديفيكيشن، عملت اتنين كرينيال ارتكولار كافيتي، ديب كرينيال ارتكولار كافيتي عشان الاوكسيبتال كوندويل بتاعت السكال، ولاقيها مفصوله من فوق بدورسال ارش وايد، وبيبقى ناره تحت نوتش، وبيبقى تحت ناره نوتش، وعلى اللاترال والميديال برضه مقسومين بنوتش واضحين تانيين. خلاص. وبلاقي من ورا في ايه؟ ها، بلاقي فيه جروف تاني موجود اهوت بسميه فوفيا دنتس، عشان خاطر التحام مين؟ عشان خاطر التحام الدنس بتاع الاكسس بالشكل ده كده. الدنس بتخش بالشكل ده كده في الفوفيا دنتس، البروز ده اسمه الدنس بتاع الاكسس، فبيدخل هنا في التجويف ده بسميه الفوفيا دنتس، والاثنين ارتكولار بروسيس بيتحدوا بالشكل ده مع بعض. خلاص. يبقى التجويف ده اسمه فوفيا دنتس، واللي حواليه اتنين ارتكولار بارت بروسيس حصل له موديفيكيشن بقى سادل في الشيب عشان خاطر الارتكولار بروسيس بتاعت الاكسس. طيب الفرامن اللي موجوده هنا ايه؟ بلاقي على الوينج بتاع الاطلس في اتنين ترانسفيرس فرامن موجودين ورا همت. ده الترانسفيرس فرامن اللي بيجي منهم، بيجي الفيرتبرال ارتر يدخل من هنا، وبعدين يعدي في الاتلانتيك فصه من تحت، وبعدين يطلع يظهر هنا في الفصه اللي قدام دي. الاثنين الفصه اللي قدامانيين دولت فيهم اتنين فرامن، واحد لاترال فاتح في الاتلانتيك فصه، واحد ميديال فاتح في الكنال، فاتح فين؟ في الفيرتبرال كنال. يبقى الفصه دي فيها لاترال فورامين فاتح في الاتلانتيك فصه بسميه الار فورامين، اللي بيجي منه الفيرتبرال ارتري، والفيرتبرال ارتري يعدي من فوق في الفصه دي يخش في اللاترال فيرتبرال فورامين، عشان يخش من الناحيه دي في الفيرتبرال كانال، يقابل اخوه اللي جاي من الناحيه الثانيه الفيرتبرال ارتري اللي جاي من الناحيه الثانيه، يتحدوا مع بعض في المنطقه دي ويعملوا البازل الارتري عشان يدخل يغذي البرين مع الانترنال كاروتيد ارتري. يبقى انا عندي ثلاثه فورامين، ترانسفيرس فورامين، ترانسفيرس فورامين، واثنين فصه فيها ايه؟ لاترال فيرتبرال فورامين من بره، الار فورامين من بره من ناحيه اللاترال، وفي لاترال فيرتبرال فورامين بتدخل في الفيرتبرال كانال، ويبقى دي عظمه الاطلس. لو جينا للعظمة التانية اللي هي الأكسس دي، بلاقي إن البودي بتاعها كبير قوي. ليه البودي بتاعها كبير؟ أكبر بودي في السيرفيكال فيرتبري. إحنا قلنا الأطلس ما فيهاش بودي، يبقى البودي بتاع الأطلس انفصل عنها وهي في الجنين، وجي التحم مع عظمة الأكسس. عمل لي إيه البودي؟ عمل لي من قدام بدل الهيد في الدنس أو الأودونتيت بروسيس، وعلى الجنبين عمل لي أرتيكولار ها فاسيت عشان خاطر تتحد مع الاطلس من ورا، وعلى الدنس بلاقي فيه اتنين ديبريشن عشان يتحدوا، يطلع منهم ليجامنتم دنتس عشان يبقى فيه التحام قوي
هنا في الحتة ديت مع الفوفيا دينتس، ويحصل هنا روتيشن. الحركة الوحيدة اللي موجودة في السيرفايكال فيرتيبرو كلها روتيشن عشان خاطر الراس تروح يمين وشمال بالشكل ده كده. طيب بلاقي السباينس بروسيس هنا فيري لارج وديفايدد كودالي انتو تو برانشز، كل برانش رايح بيتصل مع الكودال ارتيكولار بروسيس. بلاقي ان الترانسفيرس بروسيس بيبقى سنجل وسنو دايركتد كودالي، ورا منه بلاقي فيه اثنين ترانسفيرس فورامين زي ما هما. بلاقي من تحت الفنترال كريست بتبقى فيري بروميننت زي اي فقره ثانيه، والاقي فيه هنا لاترال فيرتيبرال فورامين على الكرينيال نوتش بيقفل نفسه بنفسه عشان ما فيش بودي في الاطلس، فده بيتحول لاترال فيرتيبرال فورامين. بيبقى في العمر الصغير ده بيبقى لسه كارتليج، ولكن بيحصل له اوسيفيكيشن مع العمر المتقدم زي العظمه اللي معانا ديت. ويبقى دي كلها فقرات السيرفايكال فيرتيبري. وزي ما احنا متعودين احب اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيله، ولكن بالاراده تحقق كل شيء. وافرح بقدر الله وابتسم للحياه لان فيه كل الخير لك، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق وتيسيرا لكل عسير وزوالا لكل هم. وابتسم لان ربي وربك الله. القاكم في سكشن جديد. السلام عليكم ورحمه الله.